وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي رئاسة الحكومة ابتداء من الأربعاء بدل ديفيد كاميرون، وذلك بعد انسحاب منافستها وزيرة الدولة للطاقة أندريا ليتسوم من سباق رئاسة حزب المحافظين البريطاني. تيريزا ماي تخلف ديفيد كاميرون في رئاسة الحزب والوزراء بعد فشل كاميرون في إقناع البريطانيين بالتصويت للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء نظم الشهر الماضي. الرئيسة الجديدة بدت من أول تصريحاتها متحمسة للخروج من المظلة الأوروبية بالرغم من احتمالية تنظيم استفتاء جديد قد يعيد التاج إلى النجوم. أولاً الخروج يعني الخروج، وسنمضي قدماً لإنجاح ذلك. ثانياً نحن بحاجة إلى توحيد بلدنا، وثالثاً نحن بحاجة إلى رؤية إيجابية وقوية وجديدة لمستقبل بلدنا. رئيس الحكومة البريطانية المستقيل أعلن في تصريح صحفي أدلى به أمام مقر الحكومة في لندن أنه سيقدم استقالته إلى الملكة الأربعاء بعد إجابته عن أسئلة أعضاء البرلمان، مقدما الدعم لخليفته. من الواضح أن تيريزا ماي تحظى بدعم كبير وسط نواب حزب المحافظين. يسعدني كذلك أن تيريزا ماي ستكون رئيسة الوزراء المقبلة. إنها قوية وكفؤة، إنها الأفضل والأكثر قدرة على ضمان القيادة التي تحتاجها بلادنا في السنوات المقبلة، وأنا أقدم لها دعمي الكامل. ويحسب لماي أنها عرفت كيف توازن بين الأجنحة المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي داخل حزب المحافظين والأجنحة الرافضة للخروج، ما سمح لها بتقديم نفسها مرشحة التوافق لقيادة الحزب وترأس الحكومة. بعض المراقبين وصف ماي بأنها مارغريت تاتشر الجديدة نظرا للحزم المعروف عنها، فيما فضل آخرون مقارنتها بأنجيلا ميركل لكونهما محافظتين عمليتين، كما أن والديهما قسان ولا أولاد لهما.